السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في سلسله مطبخ ام نضال. كنقترح لكم وصفه ديال صابلي بالشوكولا اللي غادي نديروه باشكال مختلفه، وغادي تشوفوا هنا غادي نحضروه يعني اربعه ديال الاشكال، ولكن غنستعملوا جوج ديال الليمون. خليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير. اذا غادي نبداو بالعجين ديال الصابلي. فالعجين ديال الصابلي اللي معتمد دائما عندي، الرابط ديال الوصفه ديالو غتلقاوها في الفيديو الفوق. وهنا غادي تشوفوني انا نحضر هذا الصابلي، وميم طون غادي نقول لكم المقادير اللي استعملت فيه. اذا عندي هنا كما كتشوفوا عندي 125 غرام ديال الزبده، الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ، وعندي السكر كلاصي فغادي نستعمل 80 غرام. هنا نورمالمون كندير 100 غرام، فهنا غندير 80 غرام لان غادي نزين بالشوكولا، فباش يلا تجي الحلاوه ديال الصابلي مع الشوكولا تجي هذيك. دونك كنخدموا الزبده والسكر مزيان، وكما قلت الزبده تكون بحراره المطبخ. ثم كنضيفوا بيضه، ودائما حنا كنخدموا الخليط ديالنا. كنضيف 75 غرام ديال بودره اللوز. هنا كناخذ اللوز الخضر وكنطحنوا مزيان بالقشره ديالو، يعني لوز اخضر كنطحنوا مزيان وكنضيفوا. هنا يمكن لكم يعني تضيفوا اللي بغيتوا، مثلا تضيفوا نوازيت حتى هو كيجي يعني في اللوغو ديالو مزيان. يمكن لكم تضيفوا الكوك مطحون، فهادو اضافات اللي يمكن لكم تضيفوها، مي انا هنا غنستعمل اللوز. ثم غادي نضيف النكهه. هنا غادي نضيف النكهه ديال البسكوي، توفره في المحلات اللي كيبيعوا مواد الحلويات، فيكفي انكم تقولوا النكهه ديال البسكوي اولا ناتا، فالاسم ديالها ناتا. وممكن لكم تعوضوها بنكهه اخرى، مثلا الكراميل اولا اللي بغيتوا، اولا دائما يعني احنا ضايفين اللوز فنضيفوا النكهه ديال اللوز. ثم كنضيفوا الدقيق، وحنا كنخلطوا الخليط ديالنا، فتقريبا كياخذ لينا 300 غرام على حسب النوع ديال الدقيق، فكنضيفوا بشوي بشوي حتى كيتجمع لينا الخليط ديالنا. ومن بعد ما كنجمعوا العجين فكندخلوه للثلاجه، نحتفظوا به في الثلاجه، وندوزو نحضروا الشوكولا اللي غنزينوا به الصابلي ديالنا. هنا كما قلت لكم غادي نزين بالشوكولا، يعني الشوكولا اللي غنديروا في ليمول. اول شيء غادي نحضر هنا كما كتشوفوا وضع البودره ديال ملوين الشوكولا. بالنسبه لهاد الملوينات ديال الشوكولا، لان كيوصلوني اسئله بزاف عليهم، فهذا ملوين خاص بالشوكولا، ماشي اي ملوين، مي خاص بالشوكولا، لانه الملوينات الاخرى يمكننا نضيفوها كتجمع لينا الشوكولا ما كيبقاش سائل، مي هادو خاصين بالشوكولا. فهنا كما كتشوفوا استعملت ملون برتقالي، يمكن لكم ديروا ملون وردي اولا تخلطوا الاحمر مع الاصفر. وكنضيفوا الشوكولا الابيض اللي طبعا ذوبته في حمام مائي، وكنخلط مزيان حتى كنحصل على اللون اللي بغيت. إذن هذا هو الشوكولا بعد ما لونته، وهذا المول اللي غادي نحضر فيه هاد الاشكال ديال الشوكولا. فهذا مول اللي كيعطيني جوج اشكال في نفس الوقت، فكما كتشوفوا جهه كتعطيني شكل وجهه الاخرى كتعطيني شكل اخر، هذا مول ثاني بشكل اخر، دونك حتى هي كتعطيني جوج اشكال فقط، ان يكفي اننا نقلبوا المول.
فكما شفتوا جوج ديال الليمون اللي غادي يعطوني اربعه ديال الاشكال. فاول شيء غنبدا بالمول الاول، كما كتشوفوا هنا عندنا واحد الحفره في الوسط ديال الورده، غادي نعمرها بهذا اللون البرتقالي اللي حضرت بالشوكولا، وغادي نمشي بنفس الطريقه حتى نعمر الحفرات كلهم. من بعد ما عمرت الحفرات فكان ناخد الشوكولا الابيض طبعا اللي دوتو في حمام مائي، وكنعمر الوريدات ديالي كما كتشوفوا على هذا الشكل. وهنا الشوكولا اللي كنستعمل، فكنستعمل لاباتا كلاسي متوفره في يعني في المحلات اللي كيبيعوا مواد الحلويات، وزوينه انها كتذوب مزيان في ملي كندوبوها، فما كن كنحصلوش على الشوكولا اللي قاصح مي اللي كيد سائل كما كتشوفوا. واخا كنهزوا هكا يعني كيبان لكم انه مجموع، ولكن اون فوا كان يعني كنضربوا المول ديالنا مع الطاوله اللي خدامين فيها بسهوله كيتقاد. وممكن لكم تضيفوا واحد الاضافه اخرى للشوكولا فاش تكونوا كتذوبوا، هو زبده ديال الكاكاو. فالزبده ديال الكاكاو تعطينا كتساعدنا اول شيء كتساعد الشوكولا انه يذوب مزيان، وحاجه اخرى هو انها كتعطيه واحد اللمعان يعني فاش كيجمد الشوكولا كيبدا كيلمع. وطبعا المذاق ديال الشوكولا فملي كنضيفوا لزبده الكاكاو فكتزيد واحد المذاق لذيذ. فهادو يعني اضافه اللي يمكننا نضيفوها للشوكولا ديالنا وحنا كندوبوه. فكنضيفوا قطعه صغيره جدا، فما كنضيفوش كميه كبيره، فكنضيفوا قطعه صغيره جدا للشوكولا اللي كندوبو، وكنكملوا بهذه الطريقه. ثم كندخلوا المول ديالنا المجمد وندوزوا باش تشوفوا الاشكال الاخرى. بنفس الطريقه عمرت الحفره ديال المول الاخر كما كتشوفوا، وضعت الشوكولا الابيض وغندخلو حتى هو المجمد. هنا كما كتشوفوا لونت الشوكولا الابيض ملون اخضر. طبعا دائما كما كنقول لك فالملونات الخاصه بالشوكولا، ما نستعملوش اي ملون، ضروري انه يكون خاص بالشوكولا. ثم كنعمروا الحفر بنفس الطريقه اللي عمرنا بها الحفر بالشوكولا البرتقالي، ومن بعد غنوضعوا الشوكولا الابيض وندخلهم المجمد. المول في الشكل الاول كما شفتوا عمرنا هذه الحفره بالوسط، هنا غادي نقلبوه باش نستعملوا الجهه الاخرى. ف كما كتشوفوا الحفره كتكون طالعه الفوق، فغندوب هنا الشوكولا الاسود كندوبو في حمام مائي، وكنعمر الجهه الثانيه ديال المول بالشوكولا الاسود كنعمرها مزيان، وكندخلهم المجمد حتى كيجمدوا. بالنسبه للمول الثاني فكما شفتوا في الاول عمرنا الحفيره، فهنا الحفيره كتكون طالعه الفوق، فغادي نديروا الشوكولا الاسود اللي غندوبوه في حمام مائي وغنعمروا المول ديالنا، وطبعا كندخلهم المجمد حتى كيجمدوا.
كناخدو العجين ديالنا اللي كنخرجوه من الثلاجه كما قلت، من بعد ما حضرناه دخلنا الثلاجه كنخرجوه وكنطلقوه، يعني كناخدو كويره اللي كنطلقوها بالمدلك مزيان. وهنا يمكن لكم انكم دوزوها كما قلت في، يعني كما كندير دائما في الاله ديال الشباكيه باش كتعطينا يعني السمك ديال الصابلي ديالنا كيجي بنفس السمك، ف اولا كتدلكوها مزيان بالمدلك. ثم كناخذوا قطعه دائريه على قياس القطع ديال الشوكولا اللي غنزينوا بها، وكنقطعوا دوائر ديال الصابلي ديالنا اللي كنصفوها في الانيه ديال الفرن وكندخلوها الفران حتى كطيب وكتحمر. بعد ما كيجمدوا لينا الشوكولا ديالنا فكنخرجوهم المجمد، وكما كتشوفوا كنحاولوا اننا نضربوا غير بشويه المول فهما بسهوله كينزلوا، كفي اننا كما قلت غير نضربوا شويه من الفوق. وهادو الاشكال كما كتشوفوا كنحصلوا عليها. من بعد ما كيبرد لينا الصابلي مزيان فكناخذوه كنوضعوا شويه ديال الشوكولا وكنلصقوا القطع ديال الشوكولا ديالنا كما كتشوفوا على هذا الشكل. وهنا يمكن لكم تخليوها بحال هكا اولا كتاخذوا البودر، فهنا ناخذ هاد البودره برونزيه، يعني كلكم تستعمل النحاسيه اولا اللي كتوفروا عليها، فانا هنا استعمل هاد البودره وبانسو كنسو بودري هاد الشوكولا هاد الشكل، وكنقدموا الحلوه ديالنا. يمكن لكم في هذيك الحفره اللي في الوسط توضعوا مثلا عقيقه ديال الحلوه، فكيبقى لكم اختيار في التزيين. وهنا انا غنخلي وحدين اللي ناتور بالشوكولا اسود والاخرين غنسوبودريهم بالبودر، وندوز نشوفوا الاشكال الاخرى. نفس الشيء بالنسبه للاشكال الاخرى، فبعد ما كيبرد الصابلي كنلصقوا القطعه ديال الشوكولا بالشوكولا على صابلي على هذا الشكل. ممكن كما قلت اننا نديرو نخليهم بحال هكا اولا نديرو لهم البودر، فكيبقى لكم الاختيار. وطبعا دوك الحفيره اللي كتكون في الوسط يمكننا اننا نعمروها مثلا بالعقيقة ديال الحلوة أو لا حبيبة ديال السكر، أنا غنستعمل الحبيبة ديال السكر. ونتلاقاو باش نشوفو الأشكال النهائية ديال لي صابلي ديالنا. اذا هذا الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع في المنظر ديالو كما كتشوفوا. هذا اللي بالشوكولا الاسود كيجي على هذا الشكل، هذا اللي بالشوكولا الابيض ضعنا في الوسط هذوك الحفيرات اللون البرتقالي والاخضر، وهذا الشكل الاخير اللي بالشوكولا الاسود.
نتمنى تعجبكم هاد الوصفه او لا هاد الاشكال وتجربوها، ولا يعجبكم فيديو بارطاجيوه عندكم واشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد وصفاتي. وبالصحه والراحه.